بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الحب والنوى، خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه الى تمنى. سبحانه خلق لنا من انفسنا ازواجا لنسكن اليها، وجعل في تلك الصله موده ورحمه. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، أحل لنا النكاح منة منه وفضلا، وحرم علينا السفاح حكمة منه وعدلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحديثنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، حتى أمته على الزواج وخص الشباب بالذكر فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم إني أشهدكم أيتها الجماعة الحاضرون، فاشهدوا علي بأني قد زوجت منذر بن خالد بن سيف المنجي هذا بمريم بن سعيد بن سعود الشيدانية. زوجته إياها وأخذته عصمة نكاحها برضاها بإذن من وليها أبيها سعيد بن سعود بن زاهر الشيداني. فإن قبلها زوجة له على هذه الشروط المذكورة وعلى الصداق المتفق عليه فيما بينهم، وقبل لها على نفسه بجميع ذلك، فأكون عليه وإياكم من الشاهدين. هكذا يا منذر بن خالد بن سيف المنجي، أنا والجماعة الحاضرون نشهد عليك بأنك قد قبلت مريم بن سعيد بن سعود الشيدانية زوجة لك على هذه الشروط المذكورة وعلى الصداق المتفق عليه فيما بينهم، وقبلت لها على نفسك بجميع ذلك. قل نعم. نعم. قد قبلت. نعم. مريم. مريم. بن سعيد. سعيد. بن سعود. سعود. الشيدانية. زوجة لي. هذا على هذه الشروط المذكورة. على هذه الشروط المذكورة. وعلى الصداق المتفق عليه فيما بيننا. على الصداق المتفق فيما بيننا. وقبلت لها. قبلت لها. وأقررت لها. أقررت لها. على نفسي. بجميع ذلك. بجميع ذلك. أكون عليه من شاهدي. عليه من شاهدي. نعم. 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 نعم.